بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من وره. أما نزلنا نواصل بحول الله تعالى جل جلاله عما نواله البحث في بعض أسرار آيات ورددت سورة الرعد. يقول الله جل جلاله وعما نواله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم كافرون. صدق الله العظيم. بعدها فلم يسيروا إلى كل علوم أخرى، علوم الآثار وعلوم التاريخ وهالمجال. على كل حال هنا نقص على ما سبق ذكره. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني أغلب الناس عبر التاريخ لا تتجاوز رؤاهم ألوفهم، يعني هم أجل جايين وهم يدعون أنهم أعلم العلماء، لذلك يرغبون الأنبياء عليهم السلام، مع أنهم هما احتوروا على العلوم كلها وقاربوا الحقائق كلها، لم يعودوا بحاجة إلى مزيد. هذا ما زين لهم شيطانهم، ومصيبتهم أن الجهل هو الذي هو قرين لهم، وهو في أعماقهم فهم لا حتى لا يملكون شيئا من ذواتهم. لأن عملية الاستلاب كانت كاملة، لأن إبليس مش يلعب وقت تجرأ على الله وقال مش يفعل أفاعيله وسيضل الكثير وسيزين لهم ولا يبتكون أذان الأنعام ولا يسفكون الدماء ولا يعبدون ما هو سوى الله، ليس له لا حق أن يكون رب من دون إله. هذا كله شيطان يزر في صح التعبير بالعامية، يعني يوزع فيه على الناس باش يكون عندهم قاسم مشترك هو جهل بذواتهم، وقاسم مشترك أن لا يقيمون وزن لله سبحانه وتعالى ويقدرون حق قدره، وأن لا يلتفتوا إلى ما يحق بهم في الدنيا من مكر الله سبحانه وتعالى ومن رزايا وأيام الحساب، ثم ما ينتظرهم في القبور، ثم ماذا سيحق لهم يوم النشور، ثم كيف سيكونوا من أصحاب الجحيم لكومبانيون دونفير. والعياذ بالله، رد بالكم، أرى المسألة ربي يؤكد على أن الجهل هو من عام ما إلا قل من الناس، وهذا بالآيات القرآنية، قل من الناس لهم علم، ومن أوتي العلم فقد أوتي خيرا كثيرا، أي الحكمة، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، ولو إحنا أهل القرى ماذا نكسب من العلم إلا ما شاء الله، تكرم علينا وتفضل ورحمنا بفقه بعض أسرار آيات الآية الكريم. هذا هو ما حقيقة الناس اللي كل ما يبر وكل ما يعليه صوتهم أنهم علماء، فاعلموا أنهم أجهل الجاهلين. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، شوف ربي قال ظاهر، ومن الحياة والدنيا، لأن الحياة الحقيقية الحيوان هي في الآخرة، ولهذا شوف ربي كيفاش يرتب من الحكم ويخليها واضحة لأولي النهى أي العقول الراجحة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، أي الظاهر لا يفي بالحاجة، وظاهر لا ينفع كثيرا، وإن بعض الظن إثم، وظاهر الأمر خداع. إحنا نعرف إذا فرصنا تنفذ أشكون اللي عبر التاريخ حكم بالظاهر وكان عادة أنا صائب، ثم الأنبياء وما أدرك عليهم السلام يقول لك لا أحكم إلا بالظاهر لكي لا يضلك، لكي لا يسير في عقلك أن حكم النبي عليه الصلاة والسلام نهائي. هو بشر ما اجتهد، بذل جهدا لفهم القضية ثم قدم مشروعا للحل. نبينا عليه الصلاة والسلام حين تدخل في أمر التمر بالمدينة
لم يكن رأيه تماشى مع واقع المدينة ومع تمر المدينة ومع ظروف منا السوق وهذا مجرد هذا الكل يلزم يغفل عنه من النبي عليه الصلاة والسلام أو يلزم تقييمه للأشياء هذه ناقص لأنه بشر لأنه هو يحمل الوحي اللي بيفيدها أنا رسالته هي تبليغ فيها منا تبشير وبها إنذار لكن ما عدا ذلك فهو بشر عبس تولى فلا هذا كل يعني لازم نفهمه اللي لابد نكون مع ظاهر العلم مع ظاهر الامر لا غير ولهذا باش ما تزناش الاوهام الى ما لا تحمد عقباه ولي ونعيش وقد الله في هذا يوم مطبق مظلم ونظلم انفسنا من حيث لا ندري حيث نعاود يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهذه الاحزاب اليوم موجوده في من البلدان تاع الربيع بين ظفرين العربي اغلب الاحزاب هي في هذا البلاء المحيط يعني هم مش فاهمين ماشي لحتهم دنيا واخره ماهوش عارفين ان الله بانسى منفوسهم من ربي سبحانه وتعالى لا ينسى عباده رحمه وسعت كل شيء لكن ربي حين ينسى الانسان ربه الله سبحانه وتعالى ينسيه فيما يفيده وهؤلاء من عندهم غرور وعندهم جنون العظمة ميغالومانيا وفي بالهم هم الحل لمشاكل البلاد وهم أساس البلاء للبلاد وإحنا عرفنا الأحزاب الحاكمة الساقطة والأئمة نتاعها من خلعوا من بمكر الله وجبروته وعظمته وغضبه مازالوا يعلموا أن مستعدين من الأيام الخالية هما خلات مراحهم في بالهم اليوم يعمروها كيف يعمروها؟ يجب يعمروها إلا بمال حرام وإلا بمؤامرات وكي ونفاق والمجر والبحث عن الناس اللي أعمهم أكبر باش يسحروهم بالمال وبالوعود الكاذبة باش يخدمون بعض أغراضهم الخبيثة هذا اللي قاعد يقع في الأحزاب اللي موجودة أغلبها هي ما هيش تلوج الحل بل هي تعكل في الحل يقعد الأيام الحل موجود وربي منا سخر بعض المجاهدين والمجاهدات بس يقوموا بواجبهم وإن أظنهم ذلك يقوموا بواجبهم الإصلاحي ولكن قلنا كم مرة الفساد منا أهله أكثر ومؤامرتهم قد تزداد في التفنن إن صح التعبير وتزداد في الإفساد لكن نسوا ان تخريب البلاد مش يكون اول مضرور فيه هم هم لانه استكبار الارض ومكر السيد ولا يحق المكر السيد الذي يعلم ثم كيف الشعب لكن يحترم نفسه كيف يستفيق ناس من مرض على النفاق وعلم القاسي الدنيا انهم من شداد الافاق ومن الشذاذ في كل وقت في كل ميدان ومن الكذابين من المحتملين الكذب كيف تقوم أحزاب على هذه الوصف والشعب اللي يحترم نفسه يثق في هذه الأحزاب لهذا ربنا لكم الناس قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الدنيا مشهور في كثير من الناس يدعون نبوة ولو لم يشعروا باللفظ لكن في اليفهم بين السطور أن اليفهم بين الناس هذوما فعلا متنبي مانا قوة لانفيني لا سي لا بويسونس لانفيني صحة التعبير رياضيا يعني الناس هذوما أكبر الأنبياء ولا صلاح إلا بهم ولا ما لا جنة إلا إذا كانوا هما كانوا يبنيوا فيها هما وهذا باطل يعني هما للهدم أصلح لو صح التعبير هذا وهم فعلا هدموا ما بين ضلوعهم فكيف تطمئنون يا أنهم سيبنون لكم منا جنانا على الأرض لا جنان على الأرض ونعرف لكل إنسان يتبجع وقال أنا عندي قصور وأنا عندي منا أراضي وأنا عندي حقول وأنا عندي كذا لدرجة كل أراهم الناس نوهم الشيطان وقراوا أصحاب القرية وصاحب الجنتين فتعلمون أن الناس هذوما ماشيين إلى بغاء فلا تصدق منهم أحدا
واحنا نراه في مصر اليوم كيفاش انقلب السحر على الساحر السيسي كلب الكلاب، كيفاش نوال يكونوا مش يفتح البلاد وهو من الممكن وهو البطل الشامبيون. انا انا استغل موقعه كمتآمر وكوزير الدفاع وهو لا يصلح لهذه المهمة أبدا، لا يكون وزير بل هو موجود وهو يتسبب في وزر غيره وجنى على غيره حتى من أشبال العلماء في الأزهر الشريف وجنى عليهم وانطلق يلتوا عليهم، ولهذا لابد أن يسرعوا بالتوبة قبل أن يحق عليهم القول. احذروا، يعني اليوم الشباب الصغير اللي حتى في التعليم الابتدائي فهم اللعبة القذرة وبدأ يوري اللي وراه، وقلنا اليوم هي ثورة شبابية، الناس اللي فاتت من الشباب يعني غير يندب حظهم، يعني اليوم الشباب بدأ يفكر يكون لابد أن يبني هو حاضره ومستقبله، والحمد لله الناس فهمت أن لا ملهم إلا الله ولا معين إلا الله ولا ناصر إلا الله ولا ملا ضلالة إلا أعداء الله من منافقين وأشياء، ولهذا احذروا الأشياء قصرت في فهم الإسلام وبدأوا يتآملوا حتى أهل السنة الضعاف بدأوا يملوا بالترهات أشياء الغلاة والمسألة تعقدت، واليوم العين التي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يصبح الإنسان مؤمن ويمشي كافرا ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا، بحيث الناس اللي تنتقل من السنة وإن كانت قليلة فيهم إلى شيعة وإن بدا صلاحها في ظهر الأمر ليعلموا لهذا كله مشاهد عليهم بالوبال ويدخلهم في زمرة 72 فرقة الهالكة اللي هي مأواها النار والعياذ بالله، ولا تبرزوا على سطح بعد الآن إلا الجماعة الشبابية الجماعة الربانية اللي هي مش كل حزب الله بحق، لا حزب الله الذي هو في لبنان، ورينا كيف انكشف من خطأهم وكيف ظلموا أنفسهم وظلموا من اتبعهم، ورينا كل ما في اللبوار خاصة هذا السيد الفاسد، من رغم أنه عنده حق بعض الأمور لكن أن يصل به الأمر إلى أن يهتك الحرمات ويقتل الأبرياء صغار وكبار هذا لا يجوز له بالمرة، ولا نبرر الفساد، الخطأ خطأ والنور نور، والسلام على من اتبع الهدى.